حقيقة حمل التيك توكر ملاك التيك توكر خديجة بن ملال بحسب آخر المستجدات، وعائلة إحدى الفتاتين المعتقلتين على خلفية الملف تفجرها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فينما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن فرسان وفارسات العدالة أينما كنتم، مستجدات جديدة وخطيرة في ملف تيك توكر خديجة بن ملال، مستجدات اللي تخلينا أننا نوضع مجموعة ديال الاحتمالات ومجموعة ديال الأمور أمام أو تحت المجهر، مستجدات اللي كتخلينا أننا نتأكدوا بأن التحقيقات لازالت يعني عميقة ولازالت يعني كتشمل مجموعة ديال الأمور، وعلى رأسها كل المتورطين في هذه العلاقات يعني لا مشروعة أو لا العلاقات المشبوهة. فإخواني أخواتي في إطار مواكبنا لهذا الملف، واليوم بالضبط في هذا الفيديو فغادي نطرقوا الجوج ديال النقاط، الجوج ديال الامور اللي بارزين وجوج ديال الامور اللي كيشكلوا المستجدات في هذا اليوم اخواني اخواتي. فبخصوص مساله حمل التيك توكر ملاك، فظهرت مجموعه ديال الاخبار ومجموعه ديال المستجدات التي تفيد فعلا بان الفرق والخبرات الطبيه اثبتت وجود علامات ديال الحمل يعني من خلال الخبرات الطبية، لكن ما علاقة المتورط الرئيسي بهذا الحمل؟ واش هو وراء هذا الحمل أم أن للضحية كانت عندها علاقات أخرى خارج الإطار الشرعي؟ وأيضا غادي نطرق إخواني أخواتي إلى معلومات صادرة بخصوص عائلة إحدى الفتيات المعتقلة، هذه العائلة اللي هي من واتزم، هذه العائلة اللي كشفت مجموعة ديال الأمور بخصوص الإبنة ديالهم اللي تورطت في هذا الملف، واللي يعني القضية أصبحت حديثة الكل. فإخواني أخواتي اليوم في إطار هذا الملف فغادي نوجه مجموعة ديال الرسائل، لأن الوضع اللي قالت إليه يعني للطبقة ديال الطلبة وديال التلاميذ وديال يعني رواد الجامعات يعني من استهداف من طرف شبكات ديال الدعارة اللي كتستهدف الشابات اللي كيخرجوا من دواوير بسيطة وكيمشيوا باش أنهم يكريوا بالقرب من الجامعات التعليمية، فكيتعرضوا إلى واحد الاستهداف من طرف هاد الشبكات اللي تقودوهم نسوة اللي كيستهدفوا الفتيات وكيوقعوهم في واحد الفخ اللي مبني على طمع وعلى أموال وعلى عدة أمور، وهنا كتبدأ البداية ديال الاتجار في البشر من أمام الجامعات. وبالتالي فاش كنهضر إخواني أخواتي وكنطالب من السلطات أنها تكتف الحملات أمام الجامعات وأنها تفتح تحقيق وأنها تدير كل هذه الأمور، فنطالب بذلك بناء على أمور موضوعية حقيقية نلمسها من خلال الملفات وماشي بالضبط في هذا الملف. على أي إخواني أخواتي ففي هذا الفيديو غادي نتكلموا على كل هذه الأمور. بداية غادي نتكلموا على أخبار بخصوص وجود علامات في مهبل الضحية تؤكد على أنها كانت يعني فيها آثار ديال بداية حمل ربما من خلال علاقة مع شخص آخر، وبالتالي فالبرلماني المتورط لا علاقة له بهذه المسألة هذه ديال الحمل، لأن كل أدلة وكل الأمور تثبت بأن خديجة فعلا ما كانتش مدمنة على هذه الممارسات، وهذاك هو اللقاء الأول مع البرلماني المتورط في هذه الجريمة والمسؤول الرئيسي على هذه الجريمة. لكن واش هو مسؤول على الحمل؟ هذا الأمر تم تفنيده من خلال الخبرات الطبية اللي بحسب المعلومات تبتات بأن الضحية أول مرة كتعرف هذاك السيد وكتلقى معاه. صحيح كاين مكالمات وكاين أمور اللي كتبت التواصل ديالهم قبل ذلك، لكن هذا لا يعني أنها كانت كتجلس معاه أو لا كتعرفه أو لا كانت تؤتت ليلاته الماجنة أو لسهراته الحمراء الماجنة. وبالتالي فمن خلال الخبرات الطبية تم إثبات بأن يعني خديجة كانت فيها بدايات ديال علامات الحمل وأن هنالك تفاعلات تم رصدها في المهبل ديال الضحية. هاد التفاعلات تثبت فعلا بأن كانت هنالك واحد البداية ديال أعراض الحمل ربما في الأسبوع الأول ربما في الأسبوعين الأولين ثلاثة الأسابيع الأولى، لكن تبقى بأن يعني المتورط الرئيسي لا علاقة له بهذا الأمر،
زائد أن السلطات ربما قد تبحث على اللي عنده علاقة في هذه المسألة هذه ديال الحمل، لأن كما كتعرفوا التحقيقات ربما قد تأخذ هذا المسار من أجل إظهار يعني حقيقة المتورط الرئيسي، واش كانت بينه وبين الضحية وعود بالزواج، واش كانت هنالك أمور على أي تبقى بأن يعني الوصول إلى هذه النتيجة بأن الضحية كانت في بداية حملها. هذا أمر جاء نتيجة ديال المجهودات ديال الخبرات الطبية اللي كشفات عدة أمور أخرى عندها علاقة بالجريمة. على أي ارتباطا بهذا السياق، فعائلة إحدى الفتاتين إخواني أخواتي من واتزم، لأن إحدى الفتيات هي من واتزم كتبلغ من العمر 19 سنة، هذه الفتاة اللي تم ضبطها في هذاك في الفيلا والآن هي معتقلة. فعائلة الضحية خرجات عائلة بسيطة، خرجات كتكلم وكتقول بأنهم هذه السنة الأولى أو المرة الأولى اللي بنتهم كتكري بعيد عليهم وكتعيش من أجل الدراسة، لأنها تبعات واحد الشعبة كيف ما كتعرفوا كاينين في بني ملال جوج ديال الجامعة، جامعة ذات تخصصات أدبية وجامعة ذات تخصصات علمية. فهنا فين كنتكلموا على هذاك الاستهداف، الاستهداف اللي كيتعرضوا ليه الفتيات اللي كيكونوا صغار وكيتم تطميعهم بالمال وتطميعهم بمجموعة ديال الأمور. لهذا كنطالبوا بفتح تحقيق من أجل فضح هذه الشبكات اللي كتستهدف الفتيات. على أي فهاد العائلة كتقول بأنهم لا علم لهم وأنهم بنتهم يعني مشات من أجل الدراسة، إذا بهم كتصدموا بالخبر لما كتلقاهم ما عرفوش أشنو ديروا، ما عرفوش منين يبدأوا، لأنهم كانوا متأكدين كل تأكد بأن الإبنة ديالهم لا يمكن أن تقوم بهذه الممارسات وأنها ما فيتش عليها، وأن لأول مرة يعني كتخرج لأول مرة كتعيش خارج كنف ديال الأسرة ديالها. وبالتالي كيف ما قلت راه الإشكال راه ماشي في الرغبة ديال بعض الفتيات في الخروج على الطريق، وإنما الإشكال هو في هذيك الجلسات الأولى، هذوك الناس اللي كيستهدفوهم المرة الأولى وكيجروهم لهاد الجلسات وكيجروهم لأعياد ميلاد وكيجروهم لهاد الحفلات المشابهة. فمن ثم كيبدأ يعني الإنسان كيتطبع مع هاد السلوكات واخا يكون ما كيمارسهاش، وبالتالي يوم بعد يوم كيولي هذاك السلوك عادة. إذا أنهم في ظرف سنة ولات هاد البنت عوض ما أنها كانت ماشية طالبة أصبحت بفم مليان تعترف أمام مصالح الأمن بأنها تمتهن الدعارة، وبالتالي هي نسات حتى نفسها بأنها راه طالبة بالدرجة الأولى وليست فتاة تمتهن الدعارة. فهنا القسوة أو الحدة ديال التطبيع مع هاد السلوكيات اللي كيف ما قلت تبتدئ بالاستهداف وبالتطمع يعني تطمعوا الدريات بالمال. على أي المقاربة رحنا شرحناها ووضحناها واضحة، كنت منه أن المقاربة الأمنية يتم الإنزال ديالها وأنه يتم الضرب بيد من حديد على هذه الشبكات التي تستهدف التلميذات والطالبات. إلى هنا إخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا اللقاء، ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية والله يحفظ البلاد هذه من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.